مشاهدينا، وللحديث عن قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني والأسباب الكامنة ومدى الحاجة إليه في العراق، معنا من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الهدف دكتور من وراء تشريع الأحزاب للقانون في هذا التوقيت بالذات وبالتحديد، والبلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي من جراء الصراع على رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة؟ حياكم الله أخي الكريم، وتحية لجنابكم الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين المكارم. الحقيقة هو إعلان ما يسمى حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني. هو في حقيقته إعلان قانون عن فتح الباب أمام المطبعين مع الكيان الصهيوني. وهو قانون معيب بحق الشعب العراقي الذي يؤمن بأن أرض فلسطين أرض محتلة، والكيان الصهيوني غاصب محتل تجب مقاومته بكل الوسائل المشروعة. البرلمان وأحزاب السلطة أرادت أن تشغل العراقيين وتشغل الرأي العام الدولي بقضية قانون التطبيع. مع أن جريمة التطبيع فيها قانون عراقي مدون منذ عام 1969. وعقوبة التطبيع كانت إلى ما قبل الاحتلال، وعقوبة من يطبع عقوبته الإعدام لكل من يحاول التطبيع مع الكيان الصهيوني. الدساتير العراقية قبل الاحتلال كانت واضحة في هذه الأمور وتجرم التعامل مع الكيان الصهيوني، ولكن هذه الأحزاب أرادت أن تشغل الرأي العام وتهرب إلى الأمام من مشاكلها الداخلية، من أزمتها السياسية المستمرة وما يسمونه بالانسداد السياسي، والتغطية على فشل النظام السياسي المتواصل بفرقعة هذا القانون وإشغال الناس به، مع أنه لا طائل منه، بل بالعكس هو تطبيع مع الكيان الصهيوني وليس تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. إذن هو لا ينطلق أساسا من الحرص على الفلسطينيين ولا القضية الفلسطينية بشكل عام؟ أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. والدليل على أنه فتح الباب هذا القانون على أنه سمح للزيارات، ما تسمى بالزيارات الدينية، بأن يزوروا الكيان الصهيوني، وتكون هناك جولات سواء للشركات السياحية سواء للشخصيات أن تزور الأماكن الدينية. هذا أولا، وهذا بحد ذاته هو تطبيع، وهذا والتطبيع فقط هو مشترط أن يأخذ الشخص موافقة من وزارة الداخلية العراقية لمراجعة السفارة الإسرائيلية في بلدان العالم أو في أي مكان آخر. إذا بحد ذاته هو هذا القانون هو جزء من الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني بذريعة الزيارات الدينية الثانية. بذريعة الزيارات الدينية بالضبط، من ذريعه الزياره الدينيه. فاذا هو فتح باب، مع انه كان الباب مغلق تماما، لا يسمح في القانون العراقي قبل 2003 اي طريقه او وسيله للتطبيع مع الكيان الصهيوني، حتى كان في الجواز العراقي يسمح للعراقي ان يسافر لاي دوله كانت الا الكيان الصهيوني او الاراضي الفلسطينيه المحتله. لا يجوز للعراقي ان يستخدم الجواز العراقي لزيارتها. هذا امر اخر ولا يمكن ان نتجاوز عنه ونتغافل عنه، هو ان هذه الاحزاب وهذه الحكومات منذ 2003 هي تستهدف الفلسطينيين في العراق، وقدمت خدمه للكيان الصهيوني الغاصب كبيره جدا بتهجيرها وقتلها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، والفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في العراق يعرفون ماذا فعلت بهم هذه الأحزاب وهذه الميليشيا. وهذا يقودنا إلى سؤال، أنه كيف ينظر فلسطينيو العراق بالتحديد إلى هذا القانون الجديد الذي يحظر التطبيع مع الاحتلال الصهيوني؟ حقيقة الفلسطينيين الذين عاشوا في العراق يعلمون ذلك، ولدينا تواصل مع كثير منهم. وهم دائما ما ندخل معهم في ندوات وفي حوارات، ويقولون ويحذرون من أن هذه الخدعة لا يمكن أن تنطلي عليهم، ولكن للأسف يعترفون بأن هذه الخدعة خدع بها بعض الفلسطينيين أو القوى الفلسطينية أو حتى الشخصيات غير الفلسطينية تنخدع بالمظاهر أو القوانين التي تصدر أو تصدر من البرلمان العراقي أو حتى الحكومات الحالية الموجودة، ولكن هم يغفلون عن تفاصيل مهمة وجزئيات مهمة جدا ممكن أن تضرب ما يعلن عنه ويراد تمريره من خلال الشعارات البراقة الجوفاء التي لا طائل منها. أيضا أريد أن أؤكد على قضية مهمة، يعني ربما لم يذكرها إلا القليل.
مسألة أن القانون صدر يوم 26 ونحن اليوم 29 في من الشهر وإلى الآن لم ينزل أو لم يدون القانون في جريدة الوقائع العراقية، فهذا يعني أن القانون إلى الآن ولم يصبح قانون ولم يسري حقيقة بأنه لم ينزل في الجريدة الرسمية التي يعترف بها حكومات الاحتلال. بمعنى أن هذا القانون إلى الآن هو فقط ممكن أن يتراجع عنه البرلمان، ممكن أن يعدلون حتى هذا القانون السيء المعيب الذي لا يخدم إلا الكيان الصهيوني، ممكن أن يتراجعون عنه، ممكن أن يغيرون بعض بنوده بما يتلائم مع التطبيع ومع الإرادات الأمريكية والصهيونية، خصوصا إذا علمنا أن الأمريكان الذين جاءوا بهذه الحكومات وهذه الأحزاب وسلموها السلطة في العراق قد استنكروا هذا القانون، مع أنه قانون هو في حقيقته هو باب من أبواب التطبيع، ولكن حتى هذا القانون لأن فيه بعض العبارات التي تشير إلى الكيان الصهيوني الغاصب هم لم يقبلوها الأمريكان، وهذا يعني أن الأمريكان غير راضين وأن الكيان الصهيوني غير راضي، بمعنى ممكن تراجع هذا القانون إلى البرلمان مرة أخرى ليخرج بتشريعات أخرى أو قوانين أخرى تخدم مصالح الكيان الصهيوني والأمريكان، خصوصا إذا علمنا أنهم جميعا جاء بهم الاحتلال الأمريكي وسلمهم السلطة في العراق. طيب نعود إلى قضية أنه ذكرت القانون السابق تم إصداره في سنة 1969، بماذا يختلف القانون الجديد عن القديم الذي كانت ربما تصل فيه عقوبة الإعدام بتطبيع إلى الإعدام في وقتها؟ قانون القديم والدستور العراقي يجرم هذا الأمر، كان واضحا بأنه قانون أظن هو كان رقم 111 1969 والمادة كانت 201. عقوبة الإعدام هي على كل من يروج لمبادئ الصهيونية أو ينتسب إلى أي من مؤسساتها أو يساعدها ماديا أو أدبيا، مركز على كلمة أدبيا، أو يعمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها. هذا أولا، هذا القانون الذي كان قبل الاحتلال. أما الذي بعد الاحتلال فهو واضح أنه يجيز للسياحة الدينية ولدخول الكيان الصهيوني والتطبيع والتعامل معه. هذا سوف يأتي، هذا القانون الذي شرعه البرلمان الحالي، بمعنى أن هناك إجراءات سوف تتم بين السفارة أو الخارجية الصهيونية، خارجية الكيان الصهيوني مع الخارجية العراقية الحالية ومع وزارة الداخلية، فهذا هو بحد ذاته وتطبيع. هذا أول. الأمر الآخر، القانون السابق قبل الاحتلال كان عقوبته الإعدام، أما القانون الحالي فهو يخفف من عقوبة الإعدام إلى الحبس والحبس المؤبد. شكرا لك، كان معنا من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني.